أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
بصير صدق الله العظيم.